حساء البندورة، يكفي 6 أشخاص. المقادير: ملعقتي طعام زيت زيتون، بصلة مفرومة، فصّا ثوم مهروسان، 1 كيلوغرام بندورة ناضجة، ورقة غار، نصف ملعقة صغيرة سكر، 250 ملل أو كوب ربع البندورة، 600 ملل أو 2.5 كوب مرق الخضار، 150 ملل أو 0.5 كوب كريمة سائلة، فلفل أسود مطحون طازج حسب الرغبة، وملح حسب الرغبة. طريقة التحضير: نجرح كل حبة بندورة من قاعدتها بالسكين، ثم نضعها في ماء مغلي لمدة 2 دقيقة، ثم مباشرة في ماء مثلج. مقشر البندورة ونزيل البذور، ثم نفرم البندورة بشكل خشن. نسخن زيت الزيتون في طنجرة كبيرة ونقلب البصل حتى يذبل. نضيف الثوم وورقة الغار ونطهو المكونات مدة 1 دقيقة أخرى. نضيف البندورة المقطعة والسكر ونضيف الملح والفلفل. نطهو المزيج بضع دقائق، ثم نضيف رب البندورة المركزة ومرق الخضار. نخفف النار ونغطي الطنجرة ونتركها على نار خفيفة مدة 40 دقيقة. نزيل ورقة الغار ونهرس الحساء بخلاط يدوي. نضيف الكريمة مع التحريك ونعدل الملح والفلفل حسب الرغبة.